هذا كلامكم، لكن انتم بعدها سويتوا. انا اقول لك، انا جاوبت من المخابرات، انا جاوبت. استخدم استخدم الاجهزه الامنيه ووظفها للتجسس على السياسيين بدل ما هي وظيفتها. نعم. الاجهزه الامنيه جزء منها داخلي وجزء منها خارجي، فقط في قصر الحكومي. نعم. وانا احكي لك بمعلومه ومعلومه مؤكده، صحيح. رفعت 100 وما اعرف 50 او 250 كاميرا مراقبه وتسجيل. الشبكه هسه لكم شو يسوي؟ لا هاي ما لها، مو هذا مكتب رئيس وزراء، هذا يتجسس عن طريق الموبايل، يبتز عن طريق الموبايل، مو كاميرات تسجيل صوره وصوت. نعم. يجيب فريق سياسي كمان عنده فيديوهات ايضا، ما هسه القضاء فيديوهات، يجيب فريق سياسي، يجيب فريق سياسي سين مثلا، ويجيب فريق سياسي صاد، فريق سياسي سين يحكي عليه قدام فريق سياسي صاد، طبعا هذا يثق رئيس وزراء، يبدي يحكي يسجل له. صوري هذا رئيس وزراء عراق لمده 4 سنوات 3 سنوات وخمس سنوات مخابرات، كلها وظفها في سبيل شنو؟ التجسس. بس نقطة مهمة جدا، اكو نقطة مهمة يعني، انا البارحة قريتها من شخص موثوق جدا جدا اتكلم بيها، قال انا عندي معلومة، يعني هذا مو كلامي، قال انه السيد الكاظمي شاف رئيس الجمهورية في احد الدول وطلب من رئيس الجمهورية انه يصدر قانون عفو على السيد رائد جوحي. لا مرسوم، مرسوم العفو، مرسوم جمهوري. لا هو للسيد رائد جوحي وايضا بعض الشخصيات. هل هذه صحيحة المكتوبة بالانترنت؟ عندي معلومة صحيح لو لا. في زيارة السيد رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية إلى بريطانيا، دعا السفير العراقي سيد جعفر إلى السفارة، ويقال أنا جهاد قالوا لي أنه حضر الكاظمي هناك، هسه حضر بالتأكيد ورئيس الجمهورية يشوف رئيس وزراء أسبق طبيعي، يعني يقال مو معلوم، هسه ما أدري شنو بالضبط اللي طلب من عنده، شنو راد من عنده، تفاصيل الحديث الداخلي ما عندنا، بس لقاء حاصل، اغلب المعطيات والمعلومات حاصل تقول حاصل الكاظمي، حاصل يقال هكذا انه نعم. حصل لقاء مع الكاظمي مع رئيس الجمهوريه في لندن. ما بيشي لقاء هسه ما بحد ذاته، مو قصدي ماكو مشكله، ليش الكاظمي ما تم محاسبته الى الان؟ ليش؟ لسببين. ليش احاسبه؟ السبب الاول عنده يعني اذا مدير مكتبه صادر بحقه القضاء، المخابرات والفريق مالته، هم فريق المقربين كلهم عليهم ادله بالتزوير وبالسلب وبالنهب وبسرقة المال العام. نعم. فإذا كان صاحب الدار في الدف ناقر فما شيمة أهل الدار. نعم. حماية دولية وحماية إقليمية وعنده ملفات يلوح بها هنا وهناك، بس ماكو عليه أمر إلقاء قبض للسيد الكاظمي. مو أقول إذا أجى رائد جوحي جابه. نعم. يعني أكو حديث عن محاولة استرداده. نعم. إذا استرد رائد جوحي فبالتأكيد ستنفتح على قولتهم الكاظمي لسان حاله يقول كل جروحي. نعم.